إن شاء الله النهاردة هناخد المحاضرة الأولى في مقرر كيمياء الأغذية. المحاضرة الأولى دي بعنوان Introduction to Food Chemistry، مقدمة لكيمياء الأغذية. هنتكلم فيها عن مقدمة سريعة، وبعد كده هنبدأ نجاوب على السؤال اللي هو إيه؟ What is food chemistry؟ ايه هي يعني كيمياء الاغذية؟ طبعا انت ما قابلتش مصطلح food chemistry ده في حياتك قبل كده، صح؟ اول مرة تشوفه، فضروري ان انت تبقى فاهم يعني ايه كيمياء الاغذية. وبعد كده هنتكلم على role of food chemistry in human nutrition، ايه الدور بتاع كيمياء الاغذية في صحة الانسان وتغذية الانسان. يبقى احنا العنوان بتاعنا النهارده فود كيمستري اند انترودكشن، عباره عن مقدمه زي كده تفتيح كلام، مجرد انت بتتعرف على ايه؟ على كيمياء الاغذيه. ذا تيرم فود مين ماتيريال ايتين اور درينك، بيقول لك ان مصطلح فود معناه ان هي عباره عن ماده بتتاكل، سواء كانت تتاكل او ايه؟ او تشرب. That contains or consists of nutrients. الحاجة اللي كل الأغذية بتشترك فيها إن الأغذية كلها تتكون من إيه؟ من مغذيات. كلمة نيوترنت يعني إيه؟ يعني مغذي. مغذيات معناها إن الجسم محتاج. طب المغذيات دي بنقدر إن إحنا نلمهم تحت إيه؟ تحت البروتين والفات والكربوهيدرات والفيتامينز والمينرال وبعض المركبات الاخرى. يبقى المكونات الاساسيه اللي بتكون اي غذاء هي البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر المعدنيه وبعض المركبات الاخرى. Food is usually of plant or animal. عاده الغذاء يا اما بتبقى اغذيه ايه؟ نباتيه او اغذيه حيوانيه. وممكن تكون احيانا في بعض الدول في ناس بياكلوا ايه؟ طحالب في الصين والحتت دي. ولما العلم اتقدم قوي بداوا يفكروا يعملوا اغذيه من الكائنات الحيه الدقيقه، سموها الاغذيه وحيده الخليه. ولذلك انت ان شاء الله لما هتفهم كيمياء الاغذيه دي كويس قوي هتساعدك في مقررين هتاخدهم في سنه ثالثه اللي هم ايه؟ اغذيه نباتيه واغذيه حيوانيه. لان في النهايه انت هتفهم دلوقتي المكونات بتاعت الغذاء بشكل عام، بعد كده هنتكلم عن الاغذيه النباتيه الواحده والاغذيه الحيوانيه الواحده. اورجانيزمز، كلمه اورجانيزم معناها ايه؟ الكائنات الحيه بشكل عام، اي كائن فيه عمليات حيويه فيه بنقول عليه اورجانيزم. اورجانيزمز use food to perform one or more of the four essential functions. الكائنات الحية الدقيقة، الكائنات الحية بشكل عام بتستخدم المغذيات للقيام بوظيفة من ايه؟ من أربع وظائف. يعني عاوز يقول لك إن الغذاء بيقوم بأربع أدوار. الدور الأولاني اللي هو ايه؟ الإنرجي. اي كائن حي علشان يقدر يمارس الانشطه المختلفه محتاج طاقه علشان يقوم بالعمليات الحيويه المختلفه. ايه تاني؟ build repair and maintain body tissue. الحاجه الثانيه البناء، ان الانسجه دي عايزه تتكون وفي انسجه بتموت مكانها عاوز يكون انسجه جديده. ايه كمان؟ supply chemical substance that regulate body process. ومحتاج في مركبات عشان تقدر العمليات الحيويه تتم. وكمان محتاج ايه؟ محتاج مركبات علشان substance protect organism علشان يكون جهاز مناعي يحميه من الكائنات الاخرى. مفهوم؟ يبقى الغذاء بيقوم بالايه؟ بالاربع ادوار دول. human food الغذاء including such items. الغذاء بيشمل العديد من الحاجات زي الميت اللحوم، البلوريتي اللي هي الدواجن، الفيش الاسماك، الملك اللبن،
vegetable الخضروات and fruit for example is chemically very complex. يعني بقول لك ان الحاجات اللي ديت اللي انت بتاكلها كل يوم ديت هي أغذية وبالنسبة لنا معروفة، ولكن هي من الناحية الكيميائية معقدة. According to through estimate fresh food contained، بيقول لك من يعني لو احنا قلنا مثلا الغذاء، أي غذاء أنت بتاكله، الغذاء ده فيه كم مركب؟ الغذاء الواحد مثلا زي التفاحة، زي قطعة اللحم، زي الأرز، الغذاء الواحد ده فيه كم مركب؟ يقول لك about half a million different chemical components. يقول لك ان الفريش فودز الغذاء اللي شايف قدامك بسيط ده اللي هي زي مثلا طماطمايه او اي نوع من انواع الخضار اللي انت بتشوفه فيها كم مركب؟ نص مليون مركب. القطمه اللي انت بتاخدها دي من الغذاء فيها كم مركب؟ نص مليون. ده ايه؟ الفريش يعني جاي من نبات، ما حصلوش اي ايه؟ لا معاملات تصنيعيه ولا طبخ ولا معاملات حراريه ولا اي حاجه. A much larger number of compound are the result of biochemical, enzymatic and chemical non-enzymatic reaction. ده مش بس كده، ده نص مليون مركب دول ممكن بيتعرضوا لتفاعلات انزيميه، والتفاعل الانزيمي يبقى اللي بيعمله ايه؟ انزيمات. ولما يبقى تفاعل انزيمي نقول عليه بايوكيميكال. يبقى بايوكيميكال يبقى بيتم بواسطه الانزيمات، او كيميكال يعني اما نقول كيميكال يبقى تفاعل من غير انزيمات بواسطه الحراره، بواسطه الاكسده، هكذا. التفاعلات دي لما بتحصل ذات اوكر ديورنج ستورج، طب التفاعلات دي ممكن تحصل امتى؟ انا خدت الغذاء فريش وخزنته فممكن التفاعلات دي تحصل. ممكن اثناء التصنيع او الطبيخ نفسه اللي بيحصل في المنزل. عمليات دي كلها هيكتب عنها ان النص مليون مركب دول هيتفاعلوا مع بعض او يتفاعلوا مع مركبات موجوده في البيئه، زي بالظبط كده لما بنجيب الزيت ونسيبه في الهواء فتره فيعمل له ايه؟ تلاقي ريحته زنحت، ده تفاعل. يبقى ده فيتكون مركبات كمان فوق النص مليون. طيب فود ساينس، يعني ايه فود ساينس؟ علم الاغذيه. ذا ساينتفك ستادي اوف فود. يبقى الفود ساينس هو عباره عن ايه؟ الدراسه العلميه للغذاء. از وان اوف ذا ميجور برانش اوف لايف ساينس، بيعتبر من اهم علوم الحياه، لان الفود ساينس هو اللي مسؤول ان يوفر لنا غذاء، يقوم بالاربع ادوار الاساسيه اللي الغذاء بيقوم بها. Every aspect of food is covered, integrating and incorporating concept and information from many different fields. الجوانب بتاعت علوم الاغذيه دي جايه من معارف وعلوم مختلفه. Including natural, technical and social science. بيشمل جاي من علوم سواء تكنولوجيه او علوم طبيعيه او علوم حتى اجتماعيه، لان الغذاء ممكن الغذاء ده بالنسبه لك انت يبقى يعني طبخه معينه تبقى بالنسبه لك انت حاجه ممتازه جدا، انما بالنسبه لي انا ما اقدرش ايه؟ اكلها. في غذاء بيبقى حلال لناس وحرام لناس. وبالتالي الـ 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 يخش العلوم الاجتماعيه والنفسيه والحاجات ديت في الاغذيه. It draws primarily on knowledge of chemical science. طب الفود ساينس ده قايم على اساس ايه بقى؟ يقول لك ان الفود ساينس قايم على اساس علوم الايه؟ الكيمياء. يبقى الفود ساينس بالاساس قايم على علوم الايه؟ الكيمستري. والكيمستري ديت انواع، ممكن تكون بايو كيمستري كيمياء حيوي، ولذلك انا بقول لك اللي انت هتاخده في الكيمياء الحيوي هتلاقيه شبه اللي انا بديه لك شويه في الكيمياء الاغذيه، وهنقول ايه وجه التشابه بينهم ووجه الاختلاف. او برضه الاورجانيك الكيمياء العضوي، طبعا انتوا خدتوا كيمياء عضوي، وان اورجانيك خدتوا كيمياء غير عضوي. الفيزيكال والاناليتيكال، الفيزيكال كيمستري دي بتاخدوها في الكيمياء العامه، والاناليتيكال كيمستري اللي هي الكيمياء التحليليه اللي انت بتاخده. فبيقول لك ان الفود ساينس ده اساسه جاي من الايه؟ من علوم الكيمياء المختلفه، سواء كانت الحيوي او العضوي او الغير عضوي او التحليلي. وبعض منها جاي من الفيزياء،
خاصة فيما يخص بالميكانيكا بتاع الموائع وانتقال المواد سواء كانت سائلة أو صلبة، وبعضها خاص مين جاي منين؟ من البيولوجي اللي هي الأحياء، خاصة علم الايه؟ الميكروبيولوجي. ليه؟ لأن الغذاء ده في النهاية ممكن يحصل له ايه؟ يفسد، صح؟ طب لما الغذاء هيفسد مين الحاجة الأساسية اللي هتسبب فساده؟ الميكروبات. وبالتالي مهم قوي ان احنا نبقى عارفين كل غذاء انهي ميكروبات ممكن تسبب فساده ويحصل له ايه. ايه كمان؟ بايوتكنولوجي. البايوتكنولوجي اللي هو ايه؟ اللي هو عبارة عن استخدام التكنولوجيا الحيوية، اللي هي عبارة عن التكنولوجيا باستخدام الميكروبات والانزيمات والهندسة الوراثية في انتاج اشياء مفيدة. Some of the branches of medical science، بعض تخصصات وبرضو داخل معاهم بعض تخصصات الايه؟ العلوم الطبية. زي ايه؟ زي human nutrition، تغذية الانسان، اللي هو انتم مفروض ان انتم ده ايه؟ تخصص بتاعكم. هي التغذية العلاجية او التغذية الطبية هي عبارة عن جزء من التغذية الايه؟ human nutrition. والhuman physiology وانتم بتاخدوا فيسيولوجي، والفارماكولوجي اللي هو علم الايه؟ الادويه، والتوكسيكولوجي اللي هو علم السموم. المهم انتوا هتلاقوا خدتوا كل الايه؟ التخصصات دي. اند اجريكلتشر ساينس، في بقى جانب تاني خاص بانتاج الغذاء. انتاج الغذاء ده ممكن يكون انتاج محاصيل، والتغيرات اللي بتحدث للمحاصيل دي بعد ايه؟ بعد انتاج، او انتاج حيوانات مزرعة للإبل والأغنام، والتغيرات اللي بتحدث للأغنام للحيوانات دي بعد إيه؟ بعد ذبحة. مفهوم يا جماعة؟ طيب. It also use a range of experience from technical engineering، وكمان محتاج للعلوم الهندسية خاصة فيما يخص إيه؟ فيما يخص التصنيع بقى. يعني أنا باخد الخبرات الزراعية دي وأبدأ أوديها المصنع. المفروض ان انا اخدها في المصنع انتج منها، يعني مثلا التومن اللي انت بتشتريها في عندنا دي. الشكوره دي معموله من سمك، صح؟ عشان احول سمكه التونه دي لعلبه التونه اللي انت بتشتريها، محتاج ايه؟ محتاج ان انا يبقى عندي انجينيرنج، مكن، ومهندسين، خطوط انتاج، وابقى فاهم كويس مراحل التصنيع دي هتتم ازاي. تمام؟ Food science may also call upon some experience of economics, sociology, psychology. كمان علوم الأغذية محتاجة إن واحد يكون عنده خبرة بالاقتصاد. ليه؟ اقتصاديات الإنتاج. مفروض إن أنا أي نشاط بعمله سواء كان نشاط زراعي أو صناعي بعمله عشان إيه؟ أحصل على فلوس. فهل أنا أنتج ده المنتج ده ولا أنتج المنتج ده ولا ده؟ كمان السوسيولوجي ده اللي انا بقول لكم عليه اللي هو الاجتماعي. السوسيولوجي سواء الاجتماعي او النفسي قايم على اساس ايه؟ الناس بتاكل الاكل ليه؟ ليه الناس بتاكل؟ ليه انت؟ مش بس كده. بس الاكل من اكثر الحاجات اللي بتحسس الانسان بالسعاده. يعني ايه؟ اقول لكم على مثل بسيط قوي. اما بيكون في حاله وفاه، في واحد توفى، اول حاجه بيعملوها بعد لما يدفنوا الميت يرجعوا تلاقي الناس الاقارب بتوعهم بيجوزوا لهم ايه؟ طعام، صح؟ عشان ياكلوهم. بس الحكايه دي تشوفوها. الاكل ده الهدف منه الانسان ينتقل من الحاله النفسيه السيئه للحاله النفسيه الجيده. فمن اكثر الحاجات اللي الاكل بيقدمها للانسان الطعام ان هو بيشعره بالسعاده. وبالتالي الموضوع في حاجه ثانيه، الاغذيه ممكن تكون لناس مقبوله وكويسه وناس ثانيه غير مقبوله، فلابد ان انا ابقى فاهم الناحيه النفسيه والناحيه الاجتماعيه للاغذيه وللناس عشان اقدر اعرف هل هم يتقبلوا هذه المنتجات ولا لا. The most important building block of food science are food chemistry and food technology. النقطة دي مهمة جدا. يقول لك هنا ايه بقى؟
الفود ساينس اللي هو علم التغذيه بيتكون من ايه؟ من يعني ممكن اقسمه لمجموعتين دفو وبعدين هما فود كيمستري وفود تكنولوجي. الفود تكنولوجي ده اللي هو ايه؟ اللي هو ازاي اعمل التونه سمك التونه؟ اعمله علم التونه. ازاي اعمل القمح؟ خبز. ازاي احول التواجد اللي موجوده في المزرعه لمنتجات في ليل موجوده في السوبر ماركت. الفود تكنولوجي ده ببساطه شديده ان انت لما بتخش اي محل مواد غذائيه وتبص على الارقام اللي موجوده. كل رقم من دول او كل منتج من دول وراه ايه؟ مصنع. والمصنع بيحول هذا لمنتج عن طريق فود تكنولوجي. انتوا بتوع ايه؟ تغذيه. مفيش دعوه تمام؟ دول ناس ثانيه بتوع فود تكنولوجي وموجود في كليات اسمها كليه علوم الاغذيه. الفود كيمستري بقى بيتكلم عن ايه؟ الفود كيمستري ده هو عباره عن الوسيله المظبوطه ان انت تفهم الغذاء بشكل جيد. ومش هتقدر تنقل الغذاء علشان يقوم بوظائفه دي الا لما تكون فاهم ايه؟ الفود كيمستري. وبالتالي انتوا محتاجين الفود كيمستري لان انت التولز او الادوات انت المسمى بتاعك دايتيتك اخصائي تغذيه. ايه هي الادوات بتاعتك اخصائي تغذيه؟ لما بيجي لك ما بيسموش بيشنت الشخص اللي انت بتتعامل معاه مش مريض بيسموه كلاينت زبون. يعني الشخص اللي انت بتتعامل معاه مش انت المفروض بقى ان شاء الله مطلوب منك 4 سنين دول هتبقى اخصائي تغذيه. اما تشتغل في مستشفى اما تفتح عياده تشتغل في فندق ولا في مدرسه المفروض ان انت يجي لك واحد تقدم له نصائح يود لاينز ارشادات تغذوي بتقيم حالته وبتقدم له ايه؟ ارشادات. ف الادوات اللي انت بتديها الادوات اللي انت بتستخدمها مع العميل بتاعك ده عباره عن ايه؟ الغذاء صح؟ انت بتقول له كل ده وما تاكلش ده. وفي انت عندك وقت الاثنين ثلاثة أربعة عم تاكلهم عايشينهم وتحط مكانهم دول، يبقى انت في النهاية التولز أو الأدوات بتاعتك دي عبارة عن إيه؟ غذاء. فأنت لازم تكون فاهم الغذاء كويس. علشان تقدر تفهم الغذاء اللي هو اللي هيحسن النقطة دي والغذاء اللي هو اللي مش هيحسن النقطة دي، ولذلك أنت تاخد خطوط كيمستري. تمام؟ طيب السؤال بقى اللي احنا عاوزين نفهمه اكتر What is food chemistry؟ ايه هو مفهوم ما هو معنى كيمياء الاغذيه؟ طبعا تخصص كيمياء الاغذيه ده يا جماعه تخصص يعني ايه؟ فخم يعني تخصص حلو. ليه؟ لان هو المعلومه اللي بتعرفها كويس في كيمياء الاغذيه يعني كل القصه المعلومات اللي احنا بناخدها من food chemistry بتغير في النيوتريشن، وفي نفس الوقت بتفيدنا في النيوتريشن، يعني هو بيخدم على التكنولوجيا بتاعت الأغذية والصناعة، وفي نفس الوقت بيخدم على إيه؟ على التغذية والنيوتريشن وكده. بالراحة كده، All foods are made up of chemicals، إحنا اتفقنا إن الأقمى الواحدة من أي غذاء فريش فيها كام مادة كيماوية؟ نص مليون. يبقى بالتالي نقدر نتفق ان الغذاء في النهايه عباره عن مجموعه من الايه؟ من الكيميكالز، من المواد الكيميائيه. In fact food are simply edible chemicals، يعني نقدر نعرف الغذاء هو عباره عن ايه؟ مواد كيميائيه قابله للاكل. طبعا كلمه ان الغذاء عباره عن مواد كيميائيه قد تكون مزعجه لبعض الناس، لان في الناس تصورهم ان كلمه كيميكالز معناها ان هي مواد ضاره، مبيدات، سموم، منظفات، انما هي في النهايه كل حاجه حواليك حتى انت كانسان انت برضه بتتكون من ايه؟ من مواد كيميائيه. In addition بيقول لك ان عمليه الكوكينج الطبخ بنفسها في حد ذاتها ان اتس اسينسي عباره عن ايه؟ كيمستري. ليه؟
الكيمياء عبارة عن ايه بشكل عام؟ الكيمياء ببساطة شديدة عبارة عن تغيرات بتحدث، ان في مركبات بتتفاعل مع بعضها، في مركبات بتتكسر، في مركبات بتتغير. فانت وانت بتعمل الطبخ انت بيبقى في عندك خامات بتعمل منها طبخة، بيحصل ايه؟ بتستخدم النار والكلام ده والتقطيع وكل ده. فدي عبارة الطبخ نفسه هي عبارة عن كيمستري. It is no coincidence that many of the best dishes are prepared by following very specific recipes. بيقول لك حتى اكتر حاجة تقول لك على الموضوع ده ايه؟ ان مش من المستغرب ان في بعض الاطباق المعينة او الطبخات المعينة بتبقى محتاجة وصفات دقيقة. ليه؟ لان هي في الاصل عبارة عن تفاعلات كيميائية وتغيرات بتحصل، فانت محتاج تحط لها كميات برضو محدودة ومعاملات محدودة عشان تدي لك نتيجة محددة. Preparing food even if that involves us حتى تجهيز الطعام، بيقول لك ان involve just cutting up fresh fruits and vegetables leads to many chemical reactions. مجرد ان انت لما بتجيب قطعة فاكهة او قطعة خضار وتقطعها، عملية التقطيع دي في حد ذاتها بينتج عنها ايه؟ العديد من التفاعلات الكيميائية وتكون مركبات جديدة. والمركبات الجديدة دي بتغير في ايه؟ في الطعم والقوام والمظهر وحتى السيفتي. يعني ايه؟ يعني ممكن انا لو انا عندي قطع التفاح موجودة كده وهي في حالتها دي ممكن تقعد 5 ايام، انما لو انا قطعتها مكعبات هتبقى صالحة الاكل لمدة قد ايه؟ اقل من يوم. تمام؟ يبقى اذا مجرد مش مجرد ان انا بقى بطبخ وبعرض لحرارة، لا، ده مجرد التقطيع نفسه بينتج عنه تفاعلات كيميائية. وببساطة شديدة هات تفاحة اقطعها وسيبها في الهواء، ايه اللي هيحصل لها؟ يحدث لها تلون بني، اسمرار. الاسمرار ده عبارة عن ايه؟ تفاعل. التفاعل ده ليه؟ يقلل، بس هتتأكسد برضه في الآخر. التفاعل ده لو حصل بواسطة الإنزيمات نقول عليه إيه؟ بايو كيميكال ريأكشن. لو حصل من غير الإنزيمات نقول عليه كيميكال ريأكشن. فور إكزامبل، هيقول لك مثلا ظريف قوي هنا. ذا كيميكال سايوبروبانول سلفوكسايد. إيه السايوبروبانول سلفوكسايد ده؟ تيجي تقطع البصل، ايه اللي بيحصل؟ تقطع بصل كتير ووشك يبقى قريب من البصل اللي بتقطع ده، بتنزل الدموع. ليه انت بتنزل الدموع؟ بسبب السايوبروبانول سلفوكسايد. السؤال هنا بقى، البصل نفسه فيه المركب ده؟ يعني ولا المركب ده نتج من التقطيع؟ ازاي بقى؟ انت لما بتيجي تمسك البصل وتبدا تقطع بتقوم مكسر الجدار الخامي، ففي انزيمات بتتحرك وتعمل تفاعل بايو كيميكال ريأكشن ينتج عنها مين؟ السايوبروبانول سلفوكسايد. يتحول لغاز، الغاز ده لما يجي في العين يخليها دم. يبقى بعد كده ايه؟ لو انت يبقى المركب ده اساسا مش موجود في البصل، ده هو بيتكون نتيجة تفاعل الكيميائي اللي يحدث، والتفاعل ده بيحدث بسبب ايه؟ التقطيع. طب عاوز الكلام ده اتاكد منه؟ هات البصل وسخنه الحرارة، اما تسخنه بالحرارة هتعمل ايه في الانزيم؟ بيعمل له عملية ننطرة فبتوقف نشاطه. وهات البصل اللي متسخن ده قطعه، هل هتلاقي في دموع؟ مفيش دموع. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان المركب ده مش موجود في البصل اصلا اللي هو السايوبروبانول سلفوكسايد، ولكن هذا المركب نتج من ايه؟ هوش من نص مليون مركب، ده مركب نتج من عمليه التقطيع. يبقى اذا نتج عن عمليه التقطيع حدوث تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي ده نتج عنه مركب غاز، الغاز ده بيتصاعد يجي في العينين يعمل لها ايه؟ خليك دم. شفت بقى الموضوع عامل ازاي؟ It is not necessary. الجملة دي جميلة أوي. يقول لك It is not necessary to understand a food to enjoy it. يعني إيه؟
هل الانسان محتاج ان هو يفهم كل الكلام ده عشان يستمتع بالاكل؟ لا لا، هو لو الاكل حلو هيستمتع بيه، لو الاكل وحش هي ايه؟ هيرفضه. ولذلك انا قلت لكم ان الفود ساينس جزء منه السيسيولوجي والسايكولوجي، اجتماعي ونفسي. طب بالنسبة بقى لانتاج الغذاء سواء كان في المطبخ او في المصنع، محتاج ان انت تفهم الاكل ولا لا، الفود ولا لا، محتاج ان انت تفهمه. يبقى بالنسبة للتناول الطعام مش محتاج. But it is probably necessary to understand something about food to prepare it well. ولكن لابد من فهم بعض فيما يخص الغذاء علشان اقدر ان انا جاهز. ولذلك من هنا جت بقى فكرة ايه؟ ان انت هات نفس الخبات، اللحمة والخضار وكذا، وديهم لفلانة، وهات نفس الحاجة وديهم ايه؟ لفلانة اخرى، ويقول لهم الاثنين ايه؟ اطبخوا. وبعد كده دي بتعمل غذاء الجريدويت بتاعته فوق، والتاني اللي بتعمله مفيش اي وجه مقارنه بين ده وده. ده يدل على ايه؟ على ان عمليه الطبيخ دي عباره عن كيمستري. ليه؟ نوعيه التفاعلات اللي حصلت والمعاملات اللي عملتها دي غير دي خالص. وكل ما يكون الشخص عنده فهم اكتر فاهم الطعام اكتر، وفاهم الخواص بتاعته اكتر، وايه التفاعلات اللي بتحصل، هتلاقي هيقدر ان هو ينتج غذاء افضل، افضل صحيا، وافضل كمان بالاتبيليتي في الطعم. يعني ايه؟ مش مهم بس، يعني هو الغذاء لو كان صحيا ممتاز، بس لما تحطه في بقك تتف، يبقى ده ليه قيمه؟ ملوش. هو في النهايه رقم واحد ان الغذاء يكون بالاتابيليتي. يعني ايه بالاتابيليتي؟ مستساغ من ناحيه القوام والطعم والنكهه. Food chemistry, a major aspect of food science, deals with the composition and probabilities of food. الكيمياء الاغذيه بتهتم بالتركيب الكيماوي بتاع الغذاء وخواصه. وايه كمان؟ وذا كيميكال تشينجز از اندر جو ديورنج هاندلنج. وايه هي التغيرات اللي بتحدث اثناء التصنيع والتداول والتخزين؟ اضرب لكم مثال بسيط قوي. التونه اللي انت بتشوفها دي بتطلع من بتخش في مراحل التصنيع، وبعد ما تخلص تصنيعها بيقوموا يفضلوا مخزنينها 3 اشهر. طعمها اول ما يتم تصنيعها طعم شيء، وبعد ال3 اشهر ليه طعم تاني. في انواع كثيره من الجبن لو انت اكلتها بعد التصنيع مباشره مش هتلاقيها حلو، انما لما اتخزنت هتلاقي طعمها افضل. يبقى اذا في تفاعلات كيميائيه بتحدث اثناء التخزين ولا لا؟ وبتاثر على الطعم ولا لا؟ بتاثر. المفروض الراجل ده بتاع الفود كيمستري يبقى لازم كل الكلام ده، يبقى عارف الكيميكال كومبوزيشن، وهي التفاعلات اللي بتحدث اثناء التصنيع والتخزين والتداول والنقل وكل الكلام ده. Food chemistry is intimately related to كيمياء الاغذيه، مرتبطه ارتباط وثيق الصله بايه؟ بالكيمياء. وكمان والكيمياء الحيوي. الكيمياء الحيوي عشان تبقوا فاهمين ايه كلمه بايو كيمستري او الكيمياء الحيوي بتتكلم عن ايه؟ بتتناول عن ايه؟ البايو كيمستري عباره عن الكيمياء بس فين؟ داخل الخليه الحيه. يعني يبقى البايو كيمستري بيبقى عباره عن ايه؟ كيمياء بس فين؟ داخل الخليه الحيه. الفسيولوجي اللي هو وظائف الاعضاء، فسيولوجي كيمستري. البوتاني اللي هي علم النباتات، لان في كثير من الاغذيه بتبقى عباره عن ايه؟ نباتيه، فلازم نبقى فاهمين النباتات. الزولوجي ده اللي هو علم الحيوان، والميكولار بيولوجي اللي هو البيولوجيا الجزيئيه اللي هي التفاعل اللي بتحدث داخل الخليه. The food chemist relies heavily on knowledge of the over mentioned sciences. العلماء الكيمياء او الكيمياء بتبقوا المفروض ان هم لامين، او المعرفه بتاع الكيمياء الاغذيه بتبقى مشتقه من كل المعارف اللي احنا قلناها دي. To effectively study and control biological substance as source of human food. في النهايه الغذاء بتاع الانسان
يا اما بيبقى نبات غالبا او حيوان. الاغذيه النباتيه يا جماعه تبقى حيه، الاغذيه النباتيه تبقى ايه؟ حيه. معنى انت لو بتروح تشتري طماطم او خس او 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 بتبقى لسه الحاجات دي حيه، بينما الاغذيه الحيوانيه بتبقى بعد الموت، الانسجه دي بعد الموت. وبالتالي فلابد ان انت تبقى فاهم كل لما تقدر ان انت تخلي الخضروات والفواكه دي تفضل حيه لاطول فتره ممكنه، دي هيخلي الخضار يفضل ايه؟ فريش وقابل للاستخدام. ايضا لازم تبقى انت فاهم ايه التغيرات اللي بتحدث بعد الموت للانسجه الحيوانيه، سواء كانت بتاعت الاسماك او الدواجن او اللحوم وهكذا. Knowledge of initiate probabilities of biological substance، فهم الخواص بتاعت الانسجه الحيويه، and mystery of the means maintainable them، وازاي ان انت تتحكم فيها، are common interest both food chemist and biological scientist. يقول لك ايه بقى هنا؟ في علمين بيتعاملوا مع الخلايا الحيه. العلم الاولاني اللي هو بالنسبه للاغذيه الفود كيمستري والبايو كيمستري. البايو كيمستري دايما بيتعامل مع ايه؟ مع خلايا حيه. تمام؟ الفود كيمستري بقى بيتعامل ممكن تبقى رايت او غلط. دي او دي. البايو كيمستري دايما بيشوف ايه هي الظروف المسنه للحياه بتاعت الخلايا دي. يعني ايه؟ في حاجه دايما اسمها اوبتيمال كونديشن. يعني ايه؟ انت كبني ادم كانسان هو في اوبتيمال كونديشن، ظروف مسلم من درجه حراره، من نيوترون مغذيات، من جو، من رطوبه، هو فدايما بتاع الفرق مستر بيبس الكلام ده لكل الكائنات الحيه، فدايما بيشوف الخليه دي سلوكها مع الظروف المسلم. طب لو الحراره زادت شويه هيحصل ايه؟ طب لو الحراره نزلت شويه هيحصل ايه؟ بينما بتاع الفود كيمستري عادة بيتعامل مع الخلايا الحية الحيوانية بالذات بعد الوفاة، وبيبقى بيدور ان الكائنات الحية الدقيقة ما توصلش للخلايا تكون ايه؟ وتفسدها. فأحيانا كتيرة بيدور على ازاي ان هو يوقف الحياة. يبقى بتاع الفود كيمستري بيدور ازاي ان هو ينشط الحياة ويحافظ ان الخلايا تظل حية، وبتاع الفود كيمستري احيانا بيبقى مش عاوز ما يحصلش اي صوره من صور الحياه. وبالتالي فكل من الناس اللي بتشتغل في الفود كيمستري او البيولوجيكال او البايو كيمستري، الاثنين بيتعاملوا مع نفس الخامات، ولكن كل واحد فيه اهتمامات مختلفه. The primary interest of biological scientists، بيقول لك ان الناس اللي بتشتغل في علوم الحياه او الاحياء او البايو كيمستري بيهتموا بالايه؟ شويه شويه ماشي تمام منتظرين. بيشمل ايه؟ بيشمل الريبرودكشن. الجماعه بتوع البايو كيمستري بيهتموا بايه؟ بيهتموا بالتكاثر، النمو، ايه التغيرات اللي ممكن تحدث في البيولوجيكال سبستانس اندر جو اندر انفيرومنتال كونديشن. ايه الخلايا الحيه ديت هيحصل لها ايه تحت الظروف المحيطه؟ والظروف ديت هل هي ظروف مسله ولا ظروف غير مواتيه؟ تمام؟ على تو ذا كونتري، على الضغط، على النقيض بقى، فود كيمستس الجماعه بتوع كيمياء الاغذيه ار كونسيرد primary with biological substance، بيتعامل مع كائنات حيه، يا اما ماتت يا اما هتموت. ماتت زي ايه؟ الانسجه الحيوانيه. احنا لما بنيجي نتعامل في التصنيع الغذائي مع الدواجن او اللحوم او الاسماك، بتبقى عايشه ولا ماتت؟ ماتت. يبقى او الخضروات والفواكه، صحيح هي كانت هي لسه عايشه بس هي خلاص يعني بعد شويه هتموت. يبقى الجماعه بتوع الفود كيمستري بيتعاملوا مع الانسجه والخامات اللي يا اما ماتت او بتموت. وبالتالي بيهتموا قوي بالتغيرات اللي بتحدث ما بعد حصاد
الحصيلات الزراعية أو التغيرات اللي بتحدث بعد الموت للعضلات بتاعة الحيوانات. تمام؟ وإزاي الظروف المحيطة هتأثر؟ ما إيه؟ ببساطة شديدة كده. بالنسبة للخضروات والفاكهة، كواحد بتاع فود كيمستري يهمه إيه؟ لو واحد بتاع فود كيمستري وعنده خضار وفاكهة، إيه اللي يهمه؟ إنه يطول الفترة اللي يخلي فيها الخضار والفاكهة دي تظل فريش. فور إكزامبل كونديشن سستبل فور سستيننج ريزيدوال لايف. الظروف المثلى لإطالة فترة الحياة دي هيبقى هو مهتم بيها قوي في الخضار والفاكهة. يعني هو هيبقى عايز الخضار ده اهو التفاحة دي بدل ما تقعد أسبوع تقعد شهر. تظل محتفظة بالقوام والنكهة بتاعتها. طيب ويز كونديشن انكومبيتابل ويز لايف بروسيس ار ميجور انترست. طب لو انا بقى عندي غذاء مثلا زي علبة التونة دي، انا اللي يهمني ايه؟ ان مفيش اي كائنات حيه تخش جوه العلبه دي عشان ما تسببلهاش فساد. يبقى في الحاله دي بدور ايه هي الطرق اللي تمنع كل صور الايه؟ الحياه. يبقى انا كنت في الاولانيه من الخضار والفاكهه بدور عايز اطول. الراجل ده بتاع مستر مش كده خالص، هو دايما بيدور ازاي يطول من فتره الحياه والظروف المناسبه. ان اديشن فود كيمست ار كونسيرنج وذ ذا كيميكال بروبيرتيز of distributed food tissue. برضه الكيمياء الأغذية مش دايما بيتعامل مع الخلايا أو الكائنات أو الخامات في صورتها الفريش أو صورتها الطبيعية. ممكن بعد ما تم طحنها أو تقطيعها زي مثلا ما بيحصل الدقيق، الدقيق ده معمول من القمح بيتعمل له طحن، أو الفاكهة لما عملتها عصير. فدايما العمليات التصنيع دي بتحدث تغيرات زي ما احنا قلنا ان ممكن التقطيع بس ينتج عنه تفاعلات، وبالتالي فهو بيهتم بتاثير الكلام ده وان هي بعد ما تقطع هيبقى سلوكها عامل ازاي. وكذلك في بعض الاغذيه بتبقى في صوره سائله زي اللبن. نيجي بقى نخش ده مفهوم كده للايه؟ لكيمياء الأغذية. طبعا على فكرة المحاضرة الأولى في كيمياء الأغذية دايما بتبقى مش مفهومة كده، يعني بتبقى لازمة يعني. هي طبيعتها بيبقى في أصعب من كده. طيب في نقطة مهمة جدا نرجع لها تاني. لو أنتوا فاكرين قلنا إن الغذاء من أهم وظائفه إن هو بيمد الجسم بالإيه؟ بالنيوترنت. ما هي بيمد الجسم بالنيوترنت اللي بتخليه يقدر يقوم بالوظائف المختلف. وبالتالي لازم واحنا بندرس كيمياء الاغذيه نبقى حاطين دايما عينينا على النيوترون المغذيات. المغذيات هي عباره عن ايه؟ اندسبنسبل سبستانت ذات بروفايد نورشمنت اسينشال فور مينتيننس لايف. هي عباره عن المواد اللي بتدي بتخلي الانسان تحصله على الغذاء وتديله القدره ان هو يستمر في الحياه. The human body needs a lot of nutrients. الجسم محتاج يعني عدد زي اذا كنا قلنا ان الماده الغذائيه الواحده دي بيبقى فيها نص مليون مركب، فالجسم برضه محتاج مركبات ايه؟ كتير قوي. ولذلك من اهم المبادئ في التغذيه بيقول لك ايه؟ التنوع والتوازن. Variation and balance. يعني ايه؟ يعني فكرة ان انت تاكل غذاء واحد على طول دي فكرة مش كويسة، لابد ان الغذاء بتاعك يبقى ايه؟ تنوع. حتى يقول لك مثلا لما تيجي تاكل في البقوليات مثلا، عارفين البقوليات؟ ما تاكلش نوع واحد من البقوليات، كل ايه؟ كذا نوع، مش لازم هو عدس بس، لا كل عدس، كل فول، كل حمص، في الخضروات قسموه لخضروات داكنة، خضروات ملونة، خضروات فاتحة، واخد بالك؟ لابد ان يبقى دايما في ايه؟ تنوع. ففكرة التنوع دي مهمة جدا في الايه؟ في الغذاء. والتوازن معناها ايه؟ لا تزود خالص ولا ايه؟ ولا تنقص. The human body needs a lot of nutrients based on chemical structure.
The nutrients can be divided into six major categories. يمكن تقسيم المغذيات إلى ست إيه؟ ست عناصر. أول حاجة الماء، الووتر، الكربوهيدرات، البروتين، الليبيدز، الفيتامينز، المينرال. طبعا في حاجات تانية بالإضافة للست عناصر دول زي إيه؟ ما الفيتامينز موجودة زي الإنزيمز. زي الانزيم الانزيمات زي البيجمنت الصبغات زي احيانا بيبقى في حاجه اسمها الفود اديتيفز المضافات الغذائيه حاجات ما كانتش موجوده في الغذاء ولا دوستات. المهم انتوا شايفين الست عناصر دول احنا برضو هنتناولهم. احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله المحاضره بتاعتنا هتبقى عن ايه؟ عن الووتر. هنقعد نتكلم بقى عن الووتر بعد ما نخلص الووتر نتكلم عن الكربوهيدرات، بعد ما خلص الكربوهيدرات نتكلم عن البروتين، بعد ما خلص البروتين نتكلم عن الليبيد والفيتامينز والمينرال. والله كان لسه في وقت هناخد الايه الانزيمز والبيجمنت وهكذا. أمينيو ديفرنس بتوين تيرمز فود ستاف اند فود. في مصطلحين بيتقالوا على الغذاء فود وفود ستاف. ايه الفرق بينهم؟ ببساطة شديدة. بص يا سيدي الفود ستاف ده هو عباره عن الغذاء في صورته الغير مجهزه في صورته الخام. خدت الغذاء ده غسلته طبخته جبته بقى صالح للاكل بقى اسمه ايه؟ فود. يبقى الفود ستاف ريفيرز to material containing nutrients. يبقى هي عباره عن خامات فيها ايه؟ المغذيات. بس هل هي صالحه للاكل؟ مش شرط. Which food are materials that have been processed from food stuff. طيب عمليه التصنيع دي ممكن تكون ايه؟ مجرد غسيل او تصنيع شديد، يعني تصنيع مر زي بالظبط كده. ما هو صناعه دايما بتقول يعني عمليه معقده جدا. ده نفس السمكه اللي انتم بتشوفوها في المحل بتاع الاسماك ده واعمل منها عادي بدون اللي انت بتشتريها. العمليه خطوات كتيره ومراحل تصنيع وازاي ان علبه السمكه دي لما بتبقى في المحل عمرها قد ايه؟ يوم اثنين ثلاثه وهتبوظ. انما علبه التونه ممكن تقعد سنتين ولا يجرالها اي حاجه بل بتحلو كل ما تقعد. مفيش لا مفيش فيها مواد حفظ انما هي محفوظه بالتعليم من القفل المحكم والمعامله الحراريه. هو قام جاي حاططها في مكان كده وعرضها لدرجه حراره عاليه وضغط عالي فموت كل الكائنات الحيه اللي موجوده فين؟ جوه العلم. وقافلها قفل محكم بحيث ان مفيش حاجه من بره تخش جوه. يبقى ايه اللي هيخليها تفسد بقى؟ مفيش. هتقعد تقعد كده سنه واتنين ولا يجرى لها اي حاجه. بس لو فتحتها تفسد. جميل. يبقى اذا التونه اللي موجوده في المحل دي اسمها ايه؟ فود ستاف. انما علبه التونه دي اسمها ايه؟ فود. وده طبعا مهم جدا ان انت تبقى فاهم لان العمليات التصنيع دي صاحبها تغيرات وتفاعلات وهكذا. In another word, food shall be characterized by both nutrition and sensory certification. وبالتالي ممكن الفود ستاف ما يبقاش مرضي بالنسبه لي من ناحيه الطعم والشكل والقوام، انما الفود لازم يبقى ايه؟ مرضي. ولو مش مرضي مش هتقدر تاكل. مفيش حد بيقدر ياكل حاجه هو ايه؟ مش مستسلة. مش بيحب. ممكن يكون ما بيحبهاش وياكلها ماشي، انما مش مستسلة خالص دي ياكلها لا مش هيقدر. The nutritional composition of foods can be determined easily. بيقول لك ان القيمه الغذائيه والتركيب الكيماوي بتاع الغذاء اقدر احدده بسهوله. هاخد الغذاء ده واديه المعمل. والله يقول لي الغذاء ده فيها قد كده كربوهيدرات قد كده بروتين قد كده دهون وهي الكربوهيدرات اللي موجوده والاحماض الامينيه اللي موجوده. فاقدر ان انا اعرف الغذاء ده قيمته الغذائيه ايه؟ غالي
في ايه العناصر اللي هو يعتبر غني فيها والعناصر اللي هو ممكن يكون فقير فيها. انما في اختبارات تقدر تقول لي ببساطه وسهوله كده الغذاء ده هيبقى شيق ومرضي بالنسبه لفلان من الناس ولا لا؟ صعب. ولان ده بيعتمد بقى على حاجات تانية. فبيقول لك من السهل قوي ان انت تعرف الغذاء ده قيمته الغذائيه هتبقى مرتفعه ولا لا، انما هل هو سنسوري ساستيفيكيشن هيبقى مرضي حسيا بالنسبه للمستهلك ولا لا؟ لان ده يعتمد على ايه؟ ايه اللي بيخلي الغذاء مرضي بالنسبه للانسان؟ او حلو؟ ممكن الحاجه تكون طعمها كويس بس شكلها وحش، مش هتاكليه. حتى اللون، الريحه، القوام، كل الحاجات دي بتخلي النكهه، الشكل، واخد بالك؟ احيانا ممكن الحاجه تبقى كويسه بس شكلها مش حلو، يعني واخده ايه؟ شكل معين كده بالنسبه له هو رفضه. كل الحاجات دي بتاثر في الساتسفيكيشن بتاع المستهلك للايه؟ للغذاء ده. The chemical composition of food are very complex. تركيب الكيماوي للغذاء احنا متفقين من الاول ان هو ايه؟ في نص مليون مركب موجودين. طيب. Of the components some are intermixed. لو انا جيت على هو بيقول لك chemical composition of ايه؟ ها؟ foods مش ايه؟ مش food stuff. طالما قال foods يبقى ده غذاء قابل للايه؟ للاكل على طول. المركبات اللي موجوده في الفود ديت هيبقى منها مركبات اساسا انترنسك ان انيمال اور بلانت ماتيريال جايه من الخامه الزراعيه والحيوانيه جايه من الفود ستاف اصلا كانت موجوده من نص مليون وما حصلهاش اي تغيير صح؟ او جنريتد ديورنج بروسيسنج اتكونت اثناء التصنيع زي قلنا البروبينول سلفاكسويدز اللي هو اتكون ذات ما قطعت الايه؟ البصل او اتكونت اثناء التخزين زي المركبات اللي بتتكون في الجبنه لما بخزنها او في التونه لما بعتقها. Some are intentionally added. المركبات تم اضافتها intentionally يعني ايه؟ عن عمد. تم اضافتها عن عمد بواسطه مين؟ المصنعين. زي ايه؟ انا لما باجي اصنع اي غذاء من ضمن الحاجات الاساسيه اللي انا ببص عليها الحموضه بتاعتي. ليه؟ لان الحموضه هي اللي بتحدد الغذاء ده فتره صلاحيته هتبقى ازاي؟ كل ما تكون الحموضه بتاعته عاليه ده بيديله فتره صلاحيه عاليه. فانا لما باجي اعمل عصير ببقى ظابط الحموضه فيه على مستوى معين. فتره الفود ستاف او الخامه الزراعيه اللي انا بعمل منها العصير كانت الحموضه بتاعتها منخفضه فاضطر ان انا اضيف سيتريك اسيد او فيتامين سي عشان ازود الحموضه. يبقى في الحاله دي انا ضفت ايه؟ عن عمد مركب انا اصلي نظيفه. طب في مركبات ممكن تضاف عن غير عمد فنسميها ايه بقى؟ كونتامينيشن. يعني ايه؟ تلوث. يعني ايه تلوث؟ يعني مركب كان موجود في البيئه وتم اضافته غصب عني. زي ايه؟ زي مثلا المبيدات الحشريه اللي بتستخدم في الرش، المكان ده ملوث من مبيد حشري معين فانتقل للغذاء وانتقل للنبات والحيوان وجه للغذاء، ده كده ملوث. عمليه التلوث ديت ممكن تبقى انفيرومنتال او ممكن يبقى فيه مايكرو اورجانيزم. يعني التلوث ده ممكن يحصل بواسطه مركب او يحدث بواسطه كائن حي، يبقى فيه تلوث بكائن حي، الكائن الحي ده ممكن ينتج سم، ممكن يسبب انفكشن مرض. الشكل بقى اللي موجود في الصفحه اللي بعدها بيتكلم عن الكومبوزيشن اوف فود. الشكل ده بيوضح باختصار ايه؟ ان الفود كومبوننتس المكونات اللي موجوده في الغذاء يا اما ناتشرال. ناتشرال يعني ايه؟ انترنسك للانيمال والبلانت تيشو، كانت موجوده اصلا فين؟ في النسيج في النبات في الفود ستاف. ودي بتشمل ايه؟ الووتر والكربوهيدرات والبروتين والمينرال والفيتامين والليبيد، وايه كمان؟ والصبغات والهرمونز والفليفر كومبوننت المركبة بتاعت النكهة. وممكن احيانا في بعض الاغذية بيكون فيها توكسيك سبستانس. زي ايه؟ زي ايه؟ زي
في بعض الاسماك بيبقى موجود فيها مواد سم في بطنها. في سمك مشهور اسمه الارنب بيبقى موجود في بطنه سم، ولو ما اتنضفش بشكل معين اللي بياكله ممكن يموت. لا انا بتكلم هنا عن ايه؟ توكسيك سبستانس. ما جبتش سيره الميكروبات. هما اول الفود كونستيتيوينت، يبقى انا ما بتكلمش على كائنات حيه، انا بتكلم على بكتيريا. طيب ايه ده الموجود ممكن يبقى فيه ضمن الغذاء كمواد سامه؟ في بعض النباتات يبقى فيها مكونات سامه، في نوع من انواع البسله في بيبقى فيه مركبات سامه. عشق عارفين الفرز بتاع عيش المربى، في بعض انواع عيش المربى فيها مركبات سامه، يبقى اذا ممكن يبقى فيه توكسيك ايه؟ سبستانس ضمن الايه؟ الكومبوزيشن. دي حاجات المفروض ان انا اخد بالي منها، ان مش كل الاغذيه اللي ربنا خلقها لا، في بعض النباتات فيها مواد سامه. ال ناتشرال ديت يعني ايه بقى يا جماعه؟ ما كانتش موجوده في الفود ستار والضغط. الضغط بقى ازاي؟ يا اما فود اديتيفز يبقى ايه؟ انيشال، يعني انا ضايفها عن قصد. ديت يا اما ناتشرال اديتيف. ناتشرال اديتيف يعني ايه؟ زي التوابل. التوابل دي انا مصنعها في المعمل ولا جايبها من الطبيعه؟ يعني الفلفل الاسود ده ماده مضافه ناتشرال اديتيف ولا ساينثيتيك؟ ناتشرال. هو عباره عن نبات اسمه الفلفل الاسود، بجيب البذور بتاعته وبطحنه. انما لو جبت بقى في اسانس او مركب ريحه صناعي يجيب طعم الشطه، ده يبقى ايه؟ ساينثيتيك اديتيف. انا عامل في المعمل، رحت جبت الفلفل الاسمر ده او الشطه، وشفت المركب اللي موجود في الشطه بيدي الطعم الايه؟ الحار، وانت رايح المعمل مصنعه وباته، يبقى ده بسميه ساينثيتيك اديتيفز. الفود اديتيفز انا بضيفها بايه؟ بارادتي. انما الكونتامينيتس غصب عني. والكونتامينيتس دي ممكن تحصل اثناء التصنيع من المكن. ماشي يا فندم، مع السلامه. او من الفروم انفيرومنتال بيوليشن، نتيجه التلوث الايه؟ البيئي. The purpose of food chemistry is to eradicate the threshold. الغرض من الكيمياء الاغذيه هو فهم الاستراكشر، التركيب. والفيزيكال اند كيميكال بروبريتيز، التركيب الطبيعي والكيميائي. نيوتريشنال فاليو، القيمه الغذائيه. از ويل از سيفتي اوف ذوز كومبوننت. واحنا قلنا ان ممكن في بعض المركبات يبقى لها تاثير ضار، فلابد ان انا ابقى فاهم فين المركبات اللي قيمتها الغذائيه مرتفعه؟ فين المركبات اللي قيمتها الغذائيه منخفضه؟ فين المركبات اللي المفيده والمضره وهكذا؟ زي تشينجز اندر جو ديورنج ستورج، وايه التغيرات اللي ممكن تعرف فيها اثناء ايه؟ التخزين والتصنيع. And the effects of this change، وهل التغيرات دي هتأثر على قيمتها الغذائية ولا لا؟ وهتأثر كمان على ايه؟ البليتابيليتي. يبقى احنا في الغذاء في النص يا جماعة كناس بتوع تغذية يهمنا حاجتين، ايه هما؟ النيوتريشن فاليو والبليتابيليتي، ان الغذاء يكون قيمته الغذائية لها مرتفعة وفي نفس الوقت طعمه مستساغ وهو مضيء للمستهلك. The knowledge of is of great importance. بيقول لك ان اي معرفه خاصه بكيمياء الاغذيه بتحسن من الفود كواليتي، وبترفع من الفود بروسيسنج، وبتحسن من الاستورج تكنولوجي. يعني بيقول لك ان المعلومات اللي هنقدر نحصل عليها في الفود كيمستري بتدينا فرصه ان احنا نطور من التصنيع، ونطور من التعبئه، ونطور من التخزين، ونطور من القيمه الغذائيه وهكذا. اخر حاجه بقى، ايه هي العلاقه بين الفود كيمستري والهيومن نيوتريشن؟ الهيومن نيوتريشن الهيلث ده هو ده ايه؟ تخصصكم، واللي دايما المفروض انت عينك عليه وانت بتدرس. لان هو تخصص الهيومن نيوتريشن ماهوش قديم قوي. يعني من 50 سنه ما كانش في كليات بتدرس الهيومن نيوتريشن. كان الكليات يا اما بتدرس
هيومن ميديسين وفود. بعد كده لقوا ان في دايره كده معينه ان الغذاء بيأثر بشكل كبير قوي على ايه؟ على الصحه. فقاموا كانوا عاملين تخصص اسمه الايه؟ الهيومن نيوتريشن. فبالتالي المفروض ان انت تطور نفسك، وفي ناس يعني بتنجح جدا الهيومن نيوتريشن ده تخصص كويس جدا وممكن يوصلك لاماكن كويسه وموجود وتشتغل شغل كويس، بس محتاج منك ان هو يكون له تخصص جديد مش قديم ان انت تطور في نفسك وتبقى كويس فيه. It has been more than two centuries since protein carbohydrate من قرنين بس تم اكتشاف الكربوهيدرات والبروتين والليبيدات. وهم دولت اللي هم 3 ميجور نيوترانت فور هومن اللي هم بيعتبروا اهم ثلاث عناصر غذائيه بالنسبه للانسان. The two most important attributes of foods are to provide consumers with nutrition and sensory satisfaction. يعني بيقول لك الغذاء بالنسبه لك ليه وظيفتين. وزي ما قلت لكم احنا مش بناكل فقط علشان بهدف التغذيه من تحصل على الطاقه، لا، الغذاء في حد ذاته في بعوامل الانسان يشعر بحاله من الرضا والسعاده والراحه. One of the objectives of food chemistry is to investigate the nutrition and the flavor composition. يبقى من اهم اهداف كيمياء الاغذيه ان هو بيحدد لك التركيب الكيميائي بتاع الغذاء، وبالتالي بتعرف قيمته الغذائيه. الحاجه الثانيه بتعرف الحاجات اللي بتخلي الساتسفيكيشن ده ايه هي؟ لو كانت في القوام بيوضح لك، لو كانت في الفليفر بيوضح لك، وهكذا. In food materials and processed food and the interaction of the component occur. وايه هي التداخلات او التفاعلات اللي بتحدث بين الاغذيه اثناء التصنيع والتخزين والنقل. وتاثير التفاعلات ديت على الحاجتين النيوتريشن والايه؟ والفيتابيليتي. في تفاعلات ممكن تحصل تخلي عنصر غذائي بدل ما هو يبقى سهل الهضم يبقى صعب الهضم، وفي تفاعلات ممكن تخلي عنصر غذائي يتهضم بسهوله، وهكذا. The modern food chemistry should not only ensure the health care. الكيمياء الاغذيه مش بس بتدور على الايه؟ العنايه الصحيه and enjoyment attributes of food but also due to consumer on rational diet selection. يعني بيقول لك ان لما المعلومات بدات تتطور وبدا يبقى في ثقافه غذائيه عند الناس، الثقافه الغذائيه دي بتغير في اختيار الناس للاغذيه. اضرب لكم مثلا بسيط. عارفين اللوز؟ اللوز اللوز الناس مثلا عادة بتستهلكه بعد ما بتقشره، صح؟ فلو بدأت الناس تعرف ان الفايدة معظمها اللي في اللوز موجودة فين؟ في القشر، يبدأوا يستخدموه هو ايه؟ بقشر، ويبدأوا يعملوا منتجات ليه؟ هو بقشر. يبقى اذا هنا ازاي ان المعلومات اللي بنحصل عليها من الكيمياء بتأثر على الاختيارات الغذائية. The concept of nutrition has evolved significantly due to social development and the change of the health status of consumer. بدأت فكرة مع الوقت بتنتقل للناس الفكرة بتاعت ايه؟ ان الغذاء بتاعهم هو اللي بيحدد الصحة، مش هي فكرة النيوتريشن قايمة على كده؟ فكرة التغذية قايمة على ايه؟ ان الأكل اللي أنت بتاكله بعد شوية بيترجم في صحتك. وعلى فكره ده كلام مظبوط. يعني ايه؟ لو في واحد مثلا ما بياكلش خالص لبن خالص ولا منتجات الالبان بيقرب لها، ده اما هيكبر هتلاقي عنده مشاكل فين؟ في العظام، وهكذا. How to reduce the incidence of diet related disease. مش بس كده، ده برضه العادات الغذائيه هي اللي بتحدد هل الانسان ممكن يكون معرض للامراض المزمنه زي الكارديوفاسكولار ديزيز اللي هي امراض القلب والاوعيه الدمويه، امراض الكانسر والسكر اللي هو الدايبيتيز، وهكذا، ولا لا؟ In addition
addition to health care attributes, food should also provide desirable flavors so that consumer enjoy the eating process. في نفس الوقت مش معنى ان انا هعمل غذاء مفيد صحيا للناس ان الغذاء ده يكون غير مقبول ومستساغ، لازم يكون الاثنين مع بعض. Contamination of food، ولذلك ليه انتوا بتاخدوا مقررات كتير خاصة بالفود؟ علشان ما تاخدش المستهلك في حتة ان تقول له والله كل كذا وكذا وكذا وصحتك هتبقى زي الفل، بس انت بتطلب منه كده ليه؟ المستحيل، لان الحاجات اللي انت بتقول له كلها دي مش هينفع ان هو ياكلها. Contamination of food من ضمن المشاكل برضه المهمة قوي ان الملوثات، طبعا مع تطور الصناعة حصل ايه؟ في environmental deterioration، دمار وتلوث بيه. فبيجي هنا دور كيمياء الاغذيه تعمل ايه؟ The analysis and identification of trace and ultra micro substance are of vital importance to the nutrition. في بعض المركبات اللي التلوث نتج عنها خلاها تتصرف بالغذاء، المركبات دي بيبقى لها تاثيرات كارثيه على جوده الغذاء وعلى صحه المستهلك. وبالتالي دور كيمياء الاغذيه اللي هي ايه؟ تقدر تعمل طرق تخلي من خلالها نقدر ان احنا نكتشف هذه المركبات بسهوله. كده احنا خلصنا الحمد لله.